اللي قالها قال الامن، الامن الامن ماشي نقصدوا باللابوليس ولا الامن، ولا الامن هو الامن اللي ذكره ربي سبحانه عز وجل في سورة قريش، ومن من بيه ربي على اهل قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يعني هنا الأمن نعمة كبيرة من بها ربي سبحانه عز وجل على قريش. اليوم احنا رانا نتنعموا في الأمن، نعمة كبيرة راها عايشتها الجزائر ولاد الجزائر. الأمن، الأمن هذا بعد ربي سبحانه عز وجل، بعد فضل ربي سبحانه عز وجل، بعد فضل ربي فضل الرجال أبناء الجزائر اللي راهم واقفين على أمن البلاد. وبالأمن نقدروا نخدموا، نقدروا نرقدوا، نقدروا نحوزوا، نقدروا نتنايفوا. مثلا لو كان صالح نايفوا، صالح نايفوا ما يهضر معايا ما نهضر معاه، رانا عايشين في بلادنا نهضر معاه عايش بلادنا. كون ما كانش الامن بلاك نضربوا مارطه ولا يضربني ولا نولوا في المشاكل. المهم يا جماعه الخير والله غير صح، الامن هذا راه نعمه بعد فضل ربي سبحانه عز وجل، فضل الرجال اللي راهي ساهره على امن البلاد، نعمه كبيره. نبداو بالامن، روحوا مباشره للامن، اعطيني الامن. ها هو الامن، هنا الامن الوطني تعمل المديريه العامه للامن الوطني. كاينه مديريه تاع الامن تاع لابوليس، وكاين الامن الدرك، وكاين الامن الداخلي، وكاين كاين بزاف مصالح توقف واقفه على الامن. لابوليس تحيه لهم يكثر خيرهم، ولاد بلادي في البليده قابضوا جماعه، اعطيني الجماعه اللي قابضوهم. مع الاجرام بالمصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بامن ولايه البليده بالوضع حد لشبكه اجراميه احبس شبكه اجراميه ديباناج دايره الزطلع المخدرات والزطلة. لا 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 مين اللي مين يجينا الزطلة؟ من عند الجار السوء الله لا تربعهم، هات له خليه يمشي. في ترويج المخدرات باستعمال مركبة من إحدى الولايات المجاورة وإدخالها إلى ولاية البليدة، العملية مكنت من إيقاف الشاحنة وشريكه. أحباس لو كان ما كانش الأمن شكون اللي يحكم هذه المخدرات؟ يحكمهم صالحة؟ والله يا صالح ما يعوز عليهم كاع. والله يا صالح ما على بالو كاع. هاي كي نقول صالح معناها راكم فاهميني صالح صالح أنا باش تفهموا راه كلمة لايكة مسكين. اعطيني دو الامن دو. يلا هنا في البليده روحوا للطرف، واش كاين في الطرف؟ اعطيني. تمكنت مصالح امن ولايه الطرف ممثله في امن دائره درعان من توقيف شبكه اجراميه وطنيه مختصه في الاتجار بطريقه غير مشروعه بالمؤثرات. احبس اين احبس هذه قاعده تاع اليوم. ها تاع اليوم الامن في البليده قبض جماعه ديباناج جايبين الزطله، والامن في الطرف قبض الجماعات جايبين الكاشيات الحبوب فيه. فوف شوف يا عباد الله، شوف شوف الابداع تاع الاجرام. اطلق اليه على حجز 24000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملي غرام، مع توقيف 3 اشخاص من افراد هذه الشبكه، وكذا حجز مركبه تستعمل في نقل وتخزين هذه السموم. بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونيه سيتم تقديم جميع المشتبه فيهم امام الجهات القضائيه المختصه. احبس كون ما عندناش الامن في الطرف تحكم انت هذا المجرمين؟ كون ما عندكش الامن في الدرعان تحكم هذا المجرمين الكريمينال؟ تحكم انت المجرمين في البليده؟ كاينه بجايه، اعطيني بجايه. ها والله غير اليوم هذا الدرك، تحيه للدرك. ها صابس هي التسميه بركه، الامن الامن الوطني، الدرك الوطني ثاني امن، وحتى ثاني كاين مصالح تاع الجيش، كاين الامن الداخلي، كاين امن الجيش، كاين يعني كاين رجاله ولاد الجزائر كاع في المصالح ضد هذا المجرمين والاجرام. اعطيني. معالجه 3 قضايا نوعيه منفصله، وهذا بوضع حد لثلاث شبكات اجراميه مختصه في المتاجره بالاقراص المهلوسه تنشط عبر مستوى احياء ولايه بجايه مركز. على اثر هذه المعلومات تم تنشيط عنصر الاستعلامات، اين تم تحديد هويه افراد هذه الشبكات ليتم وضع خطه محكمه ورصد تحركات، شحال حضرات شحال، حيث تم توقيف 3 مركبات في اماكن مختلفه.
وبعد التفتيش الدقيق لها أسفرت العملية على ضبط كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة نوع بريغابالين مخبأة بإحكام، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقدر ب 18500 دينار جزائري. ولا أحبس ولا أحبس احتراماتي من كولونيل، ولا كل ما عدناش الأمن مع عليه الأمن هذا راه يجيب تضحيات. قالوا يا جماعة احنا نحيوا أولاد الجزيرة واقفين على الأمن، دركوا أمن وجيش، ونحيوا ثاني نحيوا ما نقولهاش، ولا ما نقولها، خليها بالقلب.